هل فعلا يعني القلب هو مصدر الطاقة في الإنسان؟ وليش ما احنا قلنا القلب، ليه ما قلناش المخ، ليه ما قلناش أي عضو تاني إن هو المسؤول عن السعادة أو الحزن أو المشاعر الحقيقية اللي احنا بنحس بيها؟ بداية هو القلب، يعني ناس يقولوا عشان هو موجود في منتصف الجسم، في قلب الجسم، وناس يقولوا عشان سمي القلب لتقلبه. أنا أميل لتقلبه، والمصطفى قال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على صحيح. دينك. ويتقلب لكنه موجود في القفص الصدري، وتقلبه هو الانقباض والانبساط، هو عضو ديناميك، يعني هو فعلا بيتقلب داخل انقباض وانبساط، ده يعني كده حركة بيتغير. انقباض وانبساط هو يبدأ في العمل والدق والضخ والدوران، والإنسان ما زال جنينا في ظلمات الرحم، سبحان ويستمر الله. هذا الإيقاع إلى أن ينتهي العمر. لذلك زي ما حضرتك قلتي هو نابض، والعمر أنا في تصوري هو نبضة، يبدأ بنبضة وينتهي بنبضة. ودايما بقول إذا كان العمر نبضة فاجعل نبضتك عنوانها الخير والحق والحب والجمال والعطاء. نيجي على القلب تاني، عايز تعرف حجم قلبك ايه في قبضة ايدك كده، يعني قد قبضة الايد، حوالي 300 جرام، يعني تلت كيلو، يعني بيختلف من انسان لانسان حسب حجم جسمه. يعني في الرياضيين ممكن تلاقيه اكبر شوية، يعني ممكن يوصل لغاية كيلو جرام. والقلب الكبير في الواحد اللي مش رياضي ده مش كويس، يعني دكتور القلب ما يحبش القلب الكبير، يحبه معنويا لكن عضويا لا. القلب الكبير ده قلب متضخم، ممكن يجيله هبوط في القلب، يبقى متضخم مرض، يعني مرضي. زي يقول لك فلان قلبه كبير، قلبه كبير معنويا ماشي يحتوي، لكن قلبه كبير عضويا لا، دي حاجه مش كويسه. برضو القلب الابيض ممكن معنويا، لكن الابيض عضويا مش حلو، ده قلب بقى خلاص. وفي قلب ابيض فقد الدم بتاعه بقى وبدا يعني خلاص مراحل الاخيره، لا نحب القلب الابيض ولا القلب الكبير. والقلب الاسود برضه، يعني اللي هي الجلطه او الاحتشاء عضله القلب بتسيب حته سودة كده بتتلف. فالقلب اللي بيبقى فيه سواد ده عضويا برضه مش حلو، عضويا ومعنويا، عضويا ومعنويا ده بقى الاثنين وحش. يعني القلب الاسود لو قلنا القلب فيه ارقام، هنقول مثلا ان في اليوم 100,000 انقباضه وانبساطه، 100,000 نبضه في اليوم، سبحان الله. بيضخ 7,000 لتر من الدم يوميا، كل دقيقة 5 لتر، 7,000 لتر من الدم يوميا. المسافة بتاعت الأوعية الدموية والشعيرات لو اتفردت أكتر من 100,000 كيلومتر، يعني أكبر من محيط الكرة الأرضية. دورة سبحان الله. الواحد لو عاش 70 سنة بيكون القلب اشتغل 2 مليار دقة، 2000 مليون دقة، وبيكون ضخ كمية من الدم، يعني لو حسبناها حوالي مليون برميل من الدم. مليون برميل من الدم، يا الله. ويستهلك طاقة، يعني حسبوها أحد العلماء الروس، قال إن هي تكفي لرفع قطار سكة حديد محمل بالبضائع على ارتفاع 4,000 ميل على قمة جبل في أوروبا. سبحان الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحان الله.